بسم الله الرحمن الرحيم. لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة عليه السلام فدكا وبلغ ذلك لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطع ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلوات الله عليه وآله حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءه فجلست ثم أنت أجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس ثم أمالت هنية حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله فعاد القوم في بكائهم فلما أمسكوا عادت في كلامها فقالت عليها السلام الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرعها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته وتعبدا لبريته وإعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعباده عن نقمته وحياشة منه إلى جنته وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة علما من الله تعالى بمآيل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثه الله تعالى إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حكمه
فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها فأنار الله بمحمد صلى الله عليه وآله ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وجلى عن الأبصار غممها وقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار بمحمد صلى الله عليه وآله عن تعب هذه الدار في راحة قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار صلى الله على أبي نبيه وأمينه على الوحي وفتيه وخيرتي من الخلق ورضيه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ثم التفتت إلى أهل المجلس وقالت أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم وزعمتم حق لكم لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع بينة بصائره منكشفة سرائره متجلية ظواهره مغتبطة به أشياعه قائد إلى الرضوان أتباعه مؤد إلى النجاة إسماعه به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة والجهاد عزا للإسلام والصبر معونة على استيجاب الأجر والأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام من مات للعدد والقصاص حصنا للدماء والوفاء بالنذر تحريضا للمغفرة وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجل واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة إيجابا للعفة
وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قالت: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله، أقول عودا وبدا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله. فبلغ الرسالة صادعا بالندارة مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا سبجهم آخذا بأكرامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. يكثر الأصنام وينكت الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق. وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص، وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون الورق أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله. بعد التي والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان وفغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيد أولياء الله، مشمرا ناصحا مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنكصون عند النزاع وتفرون عند القتال. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسيكة النفاق
وثمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرفاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيكم فيه ملاحظين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير إبلكم وأوردتم غير شربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وأن جهنم لمحيطة بالكافرين فهيهات منكم وكيف بكم وأنا تؤفكون وكتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة وزواجره لائحة وأوامره واضحة قد خلفتموه وراء ظهوركم أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون بئس للظالمين بدلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم لم تلبثوا إلا ريت أن تسكن نفرتها ويسلس قيادها ثم أخذتم تورون وقدتها وتهيجون جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي وإهماج سنن النبي الصفي تسرون حسوا في ارتفاع تسرون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله وولده في الخمر والضراء ونصبر منكم على مثل حج المدى ووخذ السنان في الحشا وأنتم تزعمون ألا ارتلنا أفحكم الجاهلية تبغون ووخذ السنان في الحشا وأنتم تزعمون ألا إرث لنا أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا تعلمون بلى تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنته أيها المسلمون أأغلب على إرثي ثم قالت يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا عليهما السلام إذ قال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي لا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ أم هل تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ ولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة. وعند الساعة ما تخسرون ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت: يا معاشر الفتية وأعضاد الملة وأنصار الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول. أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله؟ فخطب جليل استوسع وهيه واستنهر فتقه وانفتق رتقه، وأظلمت الأرض لغيبته، وكسفت النجوم لمصيبته، وأكدت الآمال وخشعت الجبال، وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته. فتلك والله النازل الكبرى والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة، أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم في ممساكم ومصبحكم، هتافا وصراخا وتلاوة وإلحانا. ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله حكم فصل وقضاء حاكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها البني، قيل: أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأى مني ومسمع ومبتدأ ومجمع؟ تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبر وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة، وعندكم السلاح والجنة، توافيكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون، وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخير والصلاح، والنجبة التي انتجبت والخيرة التي اختيرت، قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب، وناطحتم الأمم وكافحتم البهم،
فلا نبرح أو تبرحون نأمركم فتأتمرون حتى دارت بنا رحى الإسلام ودر حلب الأيام وخضعت نعرة الشرك وسكنت ثورة الإفك وخمدت نيران الكفر وهدأت دعوة الهرج واستوثق نظام الدين فأنا جرتم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلام ونكفتم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشوهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين ألا قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض وخلوتم بالدعة ونجوتم من الضيق بالسعة فمججتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوغتم فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم والغدرة التي استشعرتها قلوبكم ولكنها فيضة النفس ونفثة الغيظ وخور القناة وبثة الصدور وتقدمة الحجة فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخف باقية العار موسومة بغضب الله وشنار الأبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فبعين الله ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون فأجابها أبو بكر فقال يا ابنة رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريما رؤوفا رحيما وعلى الكافرين عذابا أليما وعقابا عظيما فإن عزوناه وجدناه أباك دون النساء وأخا لبعلك دون الأخلاء آثره على كل حميم وساعده في كل أمر جسيم لا يحبكم إلا كل سعيد ولا يبغضكم إلا كل شقي فأنتم عترة رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبون والخيرة المنتجبون على الخير أدلتنا وإلى الجنة مسالكنا وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك سابقة في وفور عقلك غير مردودة عن حقك ولا مردودة عن صدقك ووالله ما عدوت رأي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عملت إلا بإذنه والرائد لا يكذب أهله وإني أشهد الله وكفى به شهيدا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا وإنما نورث الكتب والحكمة والعلم والنبوة وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا
أن يحكم فيه بحكمه، وقد جعلنا ما حاولته في الكراح والسلاح يقابل به المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة ثم الفجار، وذلك بإجماع من المسلمين لما تفرد به وحدي ولما استبد بما كان الرأي فيه عندي. وهذه حالي ومالي هي لك، وبين يديك لا نزوي عنك ولا ندخر دونك، وأنت سيدة أمة أبيك والشجرة الطيبة لبنيك. لا يدفع مالك من فضلك ولا يوضع من فرعك وأصلك، حكمك نافذ فيما ملكت يداي، فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك صلى الله عليه وآله. فقالت علي السلام: سبحان الله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا، بل كان يتبع أثره ويقفو سوره، أفتجمعون إلى الغدر اغتلالا عليه بالزور؟ وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته. هذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا، يقول: يرثني ويرث من آل يعقوب وورث سليمان داود. فبين عز وجل فيما وزع عليه من الأقصاب، وشرع من الفرائض والميراث، وأباح من حظ الذكران والإناث، أزاح علة المبطلين وأزال التظني والشبهات في الغادرين. كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فقال أبو بكر: صدق الله ورسوله وصدقت ابنته، أنت معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة وركن الدين وعين الحجة، لا أبعد ثوابك ولا أنكر خطابك، هؤلاء المسلمون بيني وبينك قلدوني ما تقلدت، وباتفاق منهم أخذت ما أخذت، غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر، وهم بذلك شهود. فالتفتت فاطمة سلام الله عليها إلى الناس وقالت: معاشر المسلمين، المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبكم ما أتاتم من أعمالكم، فأخذ بسمعكم وأبصاركم، وساء ما به أشرتم، وشر منه اعتضبتم، وغبه وبيلا، لتجدن والله محمله ثقيلا، إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضراء، وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون. وخسر هنالك المبطلون، ثم عقفت على قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: قد كان بعدك أنباء وهمثة، لو كنت شاهدها
لم تكثر الخطب إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فشهدهم وقد نكبوا وكل أهلين له قربى ومنزلة عند الإله على الأدنين مقتربوا أبدت رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت وحالت دونك التربوع تجاهمتنا رجال واستخف بنا لما فقدت وكل الارث مغتصب وكنت بدريا ونوريا يستضاء بي عليك تنزل من ذي العزة الكتب وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فقد فقدت فكل الخير محتجب فليت قبلك كان الموت صادفنا لما مضيت وحاليت دونك الكتب إنا رزينا بما لم يرز ذو شجن من البرية لا عجم ولا عرب ثم انكفت علي السلام وأمير المؤمنين سلام الله عليه ينتظر رجوعها إليه من مسجد أبيها فرجعت وهي مرهقة يا منكسرة القلب حزينة فلما استقر بها الدار قالت لأمير المؤمنين علي عليه السلام يا ابن أبي طالب تريد أن تشير إلى حامي حما أبيها ووالد زوجها شيخ البطحاء حامي الرسول عظيم قريش كبير بني هاشم في عصره أبو طالب مفخرة التاريخ الشجاع الذي أبوه المشركون البطل الذي ظل الرسول يدعو إلى الله تعالى تحت حمايته رجل الحمية مثال الفتوة والشهامة بطل الغيرة والعاطفة لذلك نادت عليا شبله البار ونجله العظيم بقولها يا ابن أبي طالب أي يا ابن العظمة والسيادة يا ابن البطولة والبسالة وكأنها تستنهضه للنجدة وتذكره بنسب الشريف الأرفع تذكره أنه ابن أبيه الذي أسعف أبي ووقف له وقفة المدافع المستميت لم لا تسعفني وأنت البطل الأمام والفارس المقدام وقالت يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين
نقضت قادمة الأجدل وخانك ريش الأعزل. هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي وبلغة ابني، لقد أجر في خصامي وألفيته الألد في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها. فلا دافع ولا مانع أضرعت خدك يوم أضعت حدك، افترست الذئاب وافترست التراب، ما كففت قائلا ولا أغنيت قائلا ولا خيار لي. ليتني مت قبل هنيتي ودون ذلتي. عذير يا الله منه عاديا ومنك محاميا، ويلايا في كل شارق، ويلاه في كل غارب. مات العمد ووهن العمود، شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي. اللهم أنت أشد قوة وحولا وأشد بأسا وتنكيلا. فقال لها البطل الهمام أمير المؤمنين عليه السلام: لا ويل عليك بل الويل لشانئك، نهني عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة. فما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري، فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون، وما أعد لك أفضل مما قطع عنك. فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون، وما أعد لك أفضل مما قطع عنك. فاحتسب الله. فقال يا عليه السلام: حسبي الله وأمسكت صلوات الله عليها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به علمك، والعن ظالميها ومن غصب حقها وارتاح، والعن من أحبهم، والعن من سار في سيرتهم إلى قيام يوم الدين، واحشر من أحب فاطمة ومن سار على خطى فاطمة إلى جنة النعيم مع فاطمة الزهراء سلام الله عليها بحرمة محمد وآل الطاهرين. أيها الناس، أي بنت نبي عن مواريثه أبوها زواها، أنا شهيد حاضر المغوار، يا ناس يا ناس راحل كان به العقل، يا ناس يا ناس شفت بتنا بتنظلم، يا ناس يا ناس ويمنعوها ورد سيد البرية، ويمنعوها ورد سيد البرية.